مرحبا حجة. أهلين، كيفك؟ مشتاقة. كيف صحتك؟ والله نستنى برنامجك، حلو برنامجك. أنت أحسن. طيب يا حجة، المثل الشعبي بيحكي الشرايا لقاية، بتعرف تكمل المثل؟ كيف كيف؟ الشرايا لقاية، بتعرف تكمل المثل؟ تفرجي على الكاميرا. لا والله ما بعرف. طيب أعطيني مثل عن الصديق. مثل أعطيكي؟ معلش نعطي فرصة؟ إيه الأمثال كلها ضاعت هلأ. طب اسمع، أعطيني مثل من عندك. من عندي؟ أي مثل إحنا راضين فيه. اتقي شر من أحسنت إلي. يعني عليك. يعني هاي حكمة بس. مثل شعبي هيك. شعبي. معلش معلش. استنى استنى، صلي على سيدنا محمد. راحوا. شكرا شكرا. في مثل شعبي بيحكي الشرايا لقايا، بتعرف تكمل المثل؟ لا. طب حافظة مثل عن الصديق بيحكي عن الصديق، غير الصديق وقت الضيق، بس غيره. ها؟ طيب شكرا. لا والله ما بعرف. شكرا. طيب اعطيني مثل عن الصديق. صديق وقت الضيق. لا بديش هذا المثل، بدي مثل هذا لانه سهل والكل بيعرفه، بدي مثل غني جدا يكون. ما بعرف. ما بتعرف. بدي مثل عن الصديق غير الصديق وقت الضيق، بدي مثل تراثي غني يغني البرنامج وخد جائزة. رب أخ لم تلد أمك. لا عارف؟ لا لا ما بعرف. رب أخ لم تلد أمك. صديق، في كلمة صديق، في كلمة صديق. طيب تعرف تكمل المثل الشرايا لقايا؟ لا والله. تعرف؟ لا والله. طيب شكرا. الصديق من صدقه إله كمالة. الصديق من صدقك. إذا كملته لك جائزة. صديق من صدقك. شكرا. كلامك. شكرا. حالك؟ الله يسلمك. من سكان الزرقاء. من سكان الزرقاء. كم سنة لك بالزرقاء؟ والله لي من 48. بالزرقاء. في الزرقاء. طب متفرج على الكاميرا حج. أيوة. خلينا نحكي للكاميرا. حياك الله. بدي تعطيني مثل شعبي بيحكي عن الصديق. نعم. في كلمة صديق. انتوا الكبار بالسن أوفياء صح؟ وبتحافظين أمثال عن الصديق وهيك، فحافظ مثل؟ هي الصديق قبل الطريق. نعم؟ هي الصديق قبل الطريق. صح؟ هي الطريق قبل الصديق. أيوة. صحيح. بارك الله فيك. صح. شكرا. معلوم. طيب نعيدها مزبوط، انت حكيت لي هي الطريق. هي الصديق قبل الطريق. ايوه، هي الصديق قبل الطريق. هي الصديق قبل الطريق. صحيح صحيح. هذا مثل شعبي. بارك الله فيك. الله يخليك. والله انا شفتك هناك لكن ما قدرت في حشر عليك وجيت لقيتك في طريقي. حياك الله. اهلا اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. نعيد المثل، وامتى بنستخدم المثل اللي حكيت لي اياه؟ كثير حلو المثل. نعم، المثل اللي حكيت لي اياه كثير حلو، امتى بنستخدمه؟ بناخذه وقت السفر، وقت الذهاب، وين ما بدنا نروح بنهي الصديق، وقت الحج، اي محل بدك تروح عليه لازم يكون جنبك واحد مرافقك. واحد كويس؟ معلوم، واحد محترم. صح، زيك محترم. واحد محترم كمان مثلك. يخليك. خليك يسعدك. طبعا انت فزت بجائزة البرنامج وهي عبارة عن 50 دينار. الله فيكي، شكرا. يعني الحج جاوب صحيح، واحنا دائما بنحب نغذي البرنامج من البركه اللي زيك، يعطونا امثال كمان، واحنا بنحب الناس. مين هو؟ شو اسمه؟ بدنا نتعرف على اسمه. محمد يوسف ابو كركي من سكان الزرقاء. من سنه 48. من 48 وانا في الزرقاء. من الاصل منين؟ من معان. يا ميت اهلا وسهلا. هلا بيكي. طبعا انت ربحت بجائزه البرنامج. بارك الله فيك. معدودات خلاص. معدودات خلاص. لا انا بخاف ان كنت لا لو زادت والله نقصت مش الشباب. ماني جياد من هنا، روح من هنا. يلا ألف مبروك يا حاج. شكرا لك. وشكرا. كم ولد عندك؟ والله ما شاء الله ثلاث، وثلاث بنات. إن شاء الله بيسلموا لك. الله يحفظك. حجة موجودة؟ كلهم متجوزين وما شاء الله عليهم. الحجة موجودة؟ الحجة موجودة الحمد لله رب العالمين. هذول بتعطيني إياها هدية هسه. هدية لزوجتك؟ مفاجأة. أين على الحجة؟ ألف مبروك.